السؤال في أصوات الحيوانات، أنتوا ناس بتوع مزيكا وأصوات فلازم صوت. تبقوا عارفين. أنا عارفة أي صوت. طيب. لو قلنا في اللغة صوت البقرة بيسمى إيه باللغة العربية؟ يسمى البقرة. ال- 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 الكاو بتعمل صوت. روح مو طب أحسبها صح ولا ما أحسبهاش صح؟ عامل إيه؟ أحسب إجابة صحيحة ولا لأ؟ طب والله حتى لو باباكي ما عرفش انا هحسب لك النقطه دي عشان انت اموره. الوقت صوت البقره بالفصحى ايه؟ خلاص الوقت خلص. مش عارف انا مش عارف فعلا. هديك اختيارات. قولي. ماشي. خوار ولا هديل ولا نعيق؟ نعيق. 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 هديل ده اللي يمكن اليمامه او الحمامه. عايزه اقول لك على حاجه، هي عاليه جابت النقطه، هي كفايه قوي انها تعرف ان البقره بتعمل مو. لا بس عاليه على فكره شاطره. بس احنا من حقنا نعرف انه صوت البقره هو الخوار، خوار البقر. أيوة. بس انت هتاخدي النقطه يا علي. انا قلت غلط برضو. غلط برضو كمان. خمسه اخدت النقطه. علي جابت لك النقطه. خلاص. لا ماشي ماشي شجعها شويه. ما هي على قد جابت له جابت له النقطه. ده سؤالكم. بعد كده نسال. انا ده سؤال صعب قوي بس بقى حاولوا تفكروا. صوت الذئب. ذئب. الديب. 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 وولف. لا هو وولف. عارف ديب. اسمه ايه بقى؟ بالعربي ولا ايه؟ بالعربي طبعا. ايه ولا ايه؟ طب دي اختيارات بقى، انت دي البوبي. طيب. طب هو عواء ولا صهيل ولا نقنقه؟ نقنقه. هو عواء. نمشي مع الجمهور. هو عواء الديب بس الجمهور غششكم بس ماشي اوكي. زي ما عواء الديب. سؤال في الاغاني. ماشي. او اسئله في الاغاني. انا هقول اول كلمه او كلمتين في المقطع وانتوا تكملوا بقيه الكلام. ماشي. عاليه ولا اللي يعرف يعني الاثنين؟ اللي يعرف. لا لكل واحد على ماشي. على انفراد. لو قلت لك اول سؤال الولاد، اغنيه تامر حسني بتقول بشوقك عيش بشوقك ودماغك كلها على ذوقك وبشوقك عيش بشوقك. نقطه 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 نقطه. ايه دي دماغك كلها على ذوقك؟ ايه برضه قالوها. عايز تغنيها يلا. يلا تاني. وان كنت مفلس خالص خالص وما عندكش جنيه، قول على الجزمه الباته اللي انت لابسها الناس اللي مثل على الدنيا في عز الفقر اللي انت ساعدت البيه، ما تخليش حد يقول لك شايل طاجن سبتك ليه، وان كنت مفلس خالص خالص وما حلتكش جنيه، ورع الجزمه الباته اللي انت لابسها الناس اللي مثل على الدنيا في عز الفقر اللي انت ساعدت البيه، ما تخليش حد يقول لك شايل طاجن سبتك ليه، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املاها على ذوقك، وبشوقك عيش بشوقك ودماغك املاها على ذوقك. برافو برافو برافو. بس لازم تخلوا بابا برافو. بس لازم تخلوا محمد نور بابي يشرح لكم يعني ايه طاجن ستك. يعني لا هي مش ستك. مش طاجن ستك. هموم يعني تشال هموم. طاجن ستك. طاجن ستك اللي هو طاجن مامتك او طاجن. لا لا هو بقى يقعد يشرح لكم براحته. لا 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 اللي هو شايل هموم وتعبان الدنيا. ده معناها ده معناها. بس هي طاجن ستك. اخدتوا النقطة تمام. يا سيدي مدحت العدل الشاعر اتكلم كده وهو متضايق من الناس اللي حواليه وقال الكل عاش من غيري، الكل سابني ومشي. حتى اللي كل من حتى اللي كل من خيري ليه ايش قال ولا اختش عنك. لا انتوا شاطرين. انتوا جاوبتوا الاجابه الصح. احسبها لهم يا محمد معقوله؟ لا اذا سيبها لنا وسليم هم سؤالين ورا بعض. ايوه احنا شغالين عادي.